الى الازمه السودانيه التي تدخل يومها الرابع والعشرين هذا في ظل الجهود التي ترمي الى انهاء الصراع والوصول الى وقف دائم لاطلاق النار وقد حذر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان من انتقال الحرب الى ولايات اخرى في البلاد غوى اضاف البرهان في مقابله اعلاميه هاتفيه انه يسعى الى وضع اسس حقيقيه لوقف القتال تتضمن الانسحاب من المناطق السكنية إلى ذلك قالت بعثة الأمم المتحدة في السودان إن رئيس البعثة فولكر بيرس على اتصال بطرفي الصراع في السودان ويحثهما على وقف إطلاق النار لإتاحة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية التي يحتاجها السود السودانيون بشكل عاجل ارتفع عدد النازحين داخل السودان مشاهدين لأكثر من مثليه في الاسبوع الماضي ليبلغ أكثر من 700 ألف في ظل استمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع وفقا للمتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة بول ديلان collected. By the International Organization for Migration's Displacement Tracking Matrix. Now, more than 700,000 people are now internally displaced by the fighting, which began on the 15th of April, according to this latest data. هذا الملف اي ملف النازحين في السودان على وجه الدقه كان على راس الملفات التي ناقشتها صحف بريطانيه صحيفه الغارديان نشرت تقريرا موسعا بعنوان جيران السودان لا يملكون ما يقدمونه للنازحين التقرير نقل عن الامم المتحده ويتحدث عن كيف ان النازحين السودانيين يفرون الى دول الجوار وان هذه الدول إما تعاني من الجفاف أو تعاني صراعات مسلحة أو تواجه الفقر والغلاء وكذلك انعدام الأمن الغذائي ويقول تقرير الجارديان مشاهدين أن المنظمات الإغاثية تطالب بسرعة بتوفير كميات من المساعدات للاجئين في تشاد قبل موسم الأمطار الوشيك وما يسببه عادة من قطع وسائل المواصلات في الأقاليم الحدودية النائية في البلاد التي تستضيف نحو 600 ألف لاجئ من دول الجوار المختلفه وبحسب الإحصاءات التي ينقلها تقرير عن المنظمة الدولية لشؤون اللاجئين هذا أكثر دول الجوار السوداني استقبالا للاجئين حتى الآن نتابعها مع المشاهدين المتحدث باسم منظمه الامم المتحده لشؤون اللاجئين حذر من النقص الموجود حاليا في التمويل المطلوب لدعم اللاجئين السودانيين، مضيفا لنا تقديرات برنامج الغذاء العالمي تقدر حجم الميزانيه المطلوبه بنحو 127 مليون دولار امريكي، هذا لتوفير الامدادات الكافيه للاشهر السته المقبله.